اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنشتغل النهاردة كفر للإزازة بطريقة سهلة وبسيطة. ممكن نعمله كفر للبزازة ببواقي الخيوط، ومش بياخد خيط كتير. جبت خيط متوسط السمك، وهستخدم مع الإبرة الخيط ده إبرة مقاس 5. أول حاجة هشتغل عقدة البداية، بعد كده هشتغل 4 سلسلة، هلف الخيط على الإبرة وهشتغل في أول سلسلة من السلاسل اللي أنا عملتها، هدخل فيها وهشتغل فيها 11 غرزة عمود بلفة، يبقى أنا ارتفعت 4 سلاسل. اشتغلت في أول سلسلة خالص اللي أنا عملتها، و3 سلاسل هعتبرهم عمود، وهشتغل 11 غرزة عمود في لفة في أول سلسلة. هيكون معايا إجمالي العواميد 12 كده، 2 3 4 5 6 7 8 9 كده، 10 11. مع ال3 سلاسل الارتفاع اللي انا سبتهم يبقى كده 12 غرزة عمود بلفة. هروح عند تالت غرزة سلسلة وهشتغل فيها غرزة منزلقة، هنتقل للراوند التاني وهشتغل 3 سلسلة في نفس المكان اللي اشتغلت منه ال3 سلسلة. هدخل واعمل كمان غرزة عمود بلفة، هنشتغل تزايد في كل غرزة عمود بلفة، هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة. في نهاية الدور هيكون معي 24 غرزة عمود بلفة. هشتغل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور، في كل غرزة عمود هشتغل فوقيها 2 غرزة عمود بلفة. هكمل بنفس الطريقة وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني واشتغلت فوق كل غرزة عمود 2 غرزة عمود بلفة. نهاية الدور بقى معايا 24 غرزة عمود بلفة. هروح عند تالت غرزة سلسلة واشتغل فيها غرزة منزلقة، هشتغل السطر اللي بعد كده بغرز الحشو، لان القاعدة اهي على مقاسها، فهتكون فاضلي حتة صغيرة. لو اشتغلت عمود هتكون كبيرة، انت طبعا على حسب حجم القاعدة بتاعة الازازة اللي انت هتشتغلي عليها. فهرتفع سلسلة وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو. السلسلة دي هعتبرها ارتفاع للدور. الغرزة اللي بعديها هشتغل فيها 2 حشو، يبقى الراوند ده همشي هشتغل في غرزة، اشتغل فيها غرزة حشو واحدة، والغرزة اللي بعديها اشتغل فيها 2 حشو، غرزة بشتغل فيها غرزة حشو واحدة، والغرزة اللي بعديها بشتغل فيها 2 حشو. هكمل كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور، ان انا بشتغل في غرزة بشتغل فوقيها غرزة حشو، والغرزة التانية بشتغل فيها 2 حشو. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور، بقى معايا في نهاية الدور ده 36 غرزة حشو. احنا كنا ارتفعنا سلسلة، هنسيبها هروح عند اول غرزة حشو وهشتغل فيها غرزة منزلقة، هرتفع سلسلة هروح للغرزة اللي بعديها واشتغل فيها غرزة حشو،
بعد كده هشتغل 4 سلسلة وهسيب غرزة 2 3 وهدخل في الغرزة الرابعة وهشتغل فيها غرزة حشو. بعد كده هشتغل 4 سلسلة وهسيب غرزة 2 3 وهدخل في الغرزة الرابعة واشتغل فيها غرزة حشو، برتفع 4 سلسلة وبسيب غرزة 2 3 وبدخل في الغرزة الرابعة وبشتغل فيها غرزة حشو. هكمل بنفس الطريقة ان انا برتفع 4 سلسلة وبسيب غرزة 2 3 وبدخل في الغرزة الرابعة وبشتغل فيها غرزة حشو. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور، وهيكون معايا اهو اشتغلت 4 سلسلة وهعد غرزة 2 3. هروح عند غرزة الحشو اللي انا عملتها في بداية الدور وهشتغل فيها غرزة منزلقة. دلوقتي هنكون عندي فراغ ال4 سلاسل ده، هدخل في اول سلسلة فيهم واشتغل فيها غرزة منزلقة، والسلسلة اللي بعديها برضو هشتغل فيها منزلقة. بعد كده هشتغل سلسلة، هشتغل غرزة حشو في نفس الفراغ، بعد كده هشتغل 4 سلسلة 2 3 4 واروح لفراغ السلسلة اللي بعديها واشتغل فيه غرزة حشو وهرتفع 4 سلسلة واروح لفراغ ال4 سلسلة اللي بعديها على طول وهدخل في قلبه واشتغل غرزة حشو، وافضل مكملة كده بنفس الطريقة لنهاية الدور ان انا برتفع 4 سلسلة وبروح على فراغ ال4 سلسلة اللي بعديه وبشتغل فيه غرزة حشو. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور وارجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور واشتغلت في اخر فراغ غرزة حشو. دلوقتي هشتغل 4 سلسلة، هروح عند غرزة الحشو اللي انا كنت بشتغلها في بداية الدور وهدخل فيها واشتغل فيها غرزة منزلقة. الأسطر اللي بعد كده ثابتة اللي هو تكرار للسطر التاني، ان انا بشتغل بروح لأول سلسلة وبشتغل فيها غرزة منزلقة وبشتغل في السلسلة التانية برضو غرزة منزلقة. بشتغل في السلسلة التانية غرزة منزلقة وبعد كده برتفع غرزة سلسلة وبدخل في الفراغ اللي هو ال4 سلسلة اللي انا فيه وبشتغل فيه غرزة حشو. بعد كده بشتغل 4 سلسلة وبروح عند فراغ ال4 سلسلة اللي بعديه وبشتغل فيه غرزة حشو وبشتغل 4 سلسلة، بروح عند فراغ ال4 سلسلة اللي بعديه برضو وبشتغل فيه غرزة حشو، وبشتغل كده بنفس الطريقة ان انا برتفع 4 سلسلة بروح عند فراغ ال4 سلسلة وبشتغل فيه غرزة حشو، وبكمل كده بنفس الطريقة وبرتفع عدد الأسطر على حسب طول الإزازة اللي انا عاوزاها. انا ممكن ازود في القاعدة عن كده زي ما اتفقنا وبنشتغل أسطر عادية كده. هركب مثلا الإزازة فبفضل شغالة بنفس الطريقة، وخلي بالي انها بتمط معايا ما بتبقاش ثابتة، يعني الغرز بتمط علشان ما اشتغل مثلا هشتغل لحد هنا، فهشتغل بنفس الطريقة لحد ما اوصل للطول اللي انا عاوزاه للإزازة وارجع لكم تاني اقول لكم هنقفلها من فوق ازاي. اشتغلت بنفس الطريقة وصلت للحجم اللي انا عاوزاه للطول، مدخلها في الإزازة فالغرز مطت معايا اهي، فانا هكتفي بشغل لحد هنا علشان هشتغل حشو، هشتغل عمود بلفة الاول، فهكتفي بالطول ده كده. لو انت حابة تطولي عن كده بتزودي الطول اللي انت عاوزاه بنفس الطريقة. دلوقتي انا قفلت المنزلقة في نهاية السطر، هرتفع 3 سلسلة
هشتغل في غرزة الفراغ الأربع سلسلة ده، هشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة، يكون عندي هنا غرزة الحشو هشتغل فوقيها غرزة عمود بلفة، هيقابلني فراغ الأربع سلسلة هدخل فيه واشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة، تقابلني غرزة الحشو هدخل فيها واشتغل فوقيها غرزة عمود بلفة، هكمل بنفس الطريقة ان انا بدخل في فراغ الأربع سلسلة بشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة، بشتغل فوق غرزة الحشو وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة، هكمل كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور، وهشتغل سطر كمان ثابت، يعني انا هشتغل سطر الغرز اللي هكمل غرز العمود بلفة، بعد كده هشتغل السطر اللي فوقيها هعمل فوق كل غرزة عمود بلفة هشتغل فوقيها غرزة عمود بلفة وارجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة سطرين من غرز العمود بلفة. انت ممكن لو عايزة تضيقي ما تشتغليش غرزة الحشو، ما تشتغليش فوقيها غرزة عمود بلفة، لو انت لو حجم الازازة عندك مش نفس العرض ممكن من فوق بدل ما تشتغلي في غرزة الحشو ما تشتغليش فيها تفوتيها، وتشتغلي عادي فراغ الاربع سلسلة تشتغلي فيها 3 غرزة عمود بلفة. دلوقتي هنعمل الحامل بتاع الازازة اللي هي الايد، هرتفع سلسلة في نفس المكان هشتغل حشو، والغرزة اللي بعديها برضو هشتغل فيها حشو، والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها حشو، والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها حشو، بعد كده هشتغل سلسلة في نفس المكان اللي هو هلف الشغل في نفس المكان اللي ارتفعت منه السلسلة هشتغل حشو، وفي الغرزة اللي بعديها برضو هشتغل فوقيها غرزة حشو، هشتغل فوق الاربع غرز 4 غرز حشو، السلسلة بارتفاعها تثبيت يعني علشان الشغل يبقى معايا مظبوط من جنب، هرتفع السلسلة برضو وهلف الشغل، وفي نفس المكان اللي ارتفعت منه هدخل واشتغل فيه غرزة حشو، والغرزة اللي بعديه برضو هشتغل فيها حشو، واللي بعديها هشتغل فيها حشو، واخر غرزة هدخل فيها واشتغل فيها حشو. هرتفع سلسلة وهلف الشغل في نفس المكان اللي ارتفعت منه هدخل فيه واشتغل فيه غرزة حشو، في الغرزة اللي بعديها برضو هشتغل حشو. انتي ممكن تعرضيها عن كده لو انتي عاوزة، او ممكن تشتغليها على 3 غرز على حسب ما انتي عاوزة. هفضل ماشية بنفس الطريقة لحد ما اوصل للطول اللي انا عاوزاه للايد بتاعة حامل الازازة، هقص حتة الخيط دي هفضل ارتفع سلسلة والف الشغل واشتغل في الاربع غرز هشتغل فيهم غرزة حشو، فهكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل للحامل اللي انا عاوزاه للايد بتاعة الازازة وارجع لكم تاني. واشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت للطول الحامل اللي انا محتاجاه. دلوقتي هاتني الشغل كده نصين واروح الناحية التانية، هدخل هنا في الغرزة اللي هي في الازازة في كفر الازازة نفسه وهسحب الخيط وهشتغل غرزة حشو،
هلف الشغل، هروح للغرزة اللي بعديها على طول وهدخل في الغرزة التانية وهشتغل غرزة حشو، هروح للغرزة التالتة وهدخل في الغرزة التالتة في الإيد وهشتغل غرزة حشو، هدخل هنا في آخر غرزة هشتغل غرزة حشو، بعد كده بارتفع سلسلة تثبيت وبقص الخيط. تكون معايا بالشكل ده كده، طبعا الخيط الزيادة ده كله هدخله في الشغل من جوه عشان ما يبانش، فهوريكو بس الإزازة هتدخل ازاي. الافضل ان انتي تشتغلي على ازازة تكون سادة من غير بوز، اللي هي من غير البوزة دي، في ازاز بغطاء عادية فتكون شكلها احلى، فهتكون معايا بالشكل ده كده. دي طريقة بسيطة لعمل حامل الازازة، تستخدميها في حاجات كتيرة، تحطيها في شنطتك هتدي شكل جميل قوي. ممكن تعملي كفر بزازة للبيبي، ممكن تعمليها كفر لبرطمان ازاز وتعملي ديكور شكله جميل نفس الطريقة كده. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.